عن الصرع وتدبير الصرع، يعني العلاج بشكل أساسي للصرع وحالة خاصة من الصرع. قبل أن نبدأ الحديث عن العلاج الدوائي للصرع، هناك مجموعة من التوصيات علينا أن نضعها في البال. أول شيء، لا تعالج النوبة الأولى عند مريض الصرع إلا في وجود تغيرات وصفية من منعالج من عند تخطيط الدماغ ونثبت أنه هذا المريض عنده صرع وبعدها منعالج. من المهم جدا وهذا الأهم أنه تعرف تصنيف الصرع ونوع الصرعي اللي حصلت عند المريض حتى نستطيع البدء بالعلاج المناسب، لانه هلا راح تشوفوا انه كل نمط من انماط الصرع او نوع من انواع الصرع ادويه، حتى في اذا مثلا كان تشخيص مو صحيح ممكن اذا اعطيت دواء غير فعال ممكن يزيد نوبات الصرعي. لا نبدا العلاج بادويه الصرع قبل التاكد من تشخيص الصرع. طبعا يجب معامله كل مريض بشكل منفرد وفقا لحالته، ما في مريض بيشبه مريض اخر، اخذين بعين الاعتبار الانماط والاسباب المختلفه والمتعدده للنوب، اضافه للفوارق في فعاليه وسميه الادويه المضاده للصرع ما بين المرضى، وتختلف بين الاطفال وبين البالغين واذا كان حتى نساء حوامل او غير حوامل. هلا تدبير مريض الصرع، يعالج الصرع بحسب نمط كل نوبي، لكن قبل ذلك علينا معرفة آلية تأثير الأدوية المضادة للاختلاج، وتصنف أدوية الصرع إلى جيلين بحسب التصنيف القديم، جيل أول الكلاسيكي وجيل ثاني بيتضمن أدوية حديثة. بشكل عام تصنف الأدوية المضادة للاختلاج بحسب آلية عملها إلى مثبطات قنوات الصوديوم ومنها المنغازبين والفينوتيئين، مثبطات قنوات الكالسيوم تايب تي، الفيبروات والايتوسكسيميد، ومحركات النقل العصبي الجابا منها البنزوديازيبين ومركبات الفيبروات. طبعا معظم الادويه اللي ذكرناها هي ادويه الجيل الاول وهي ادويه تقليديه مختصه بآلة معينه، اما بالنسبه لادويه الجيل الثاني مثل ليفي سيتام تشترك بعده اليه. هلا فقط بس لتعرف عليهم، أدوية الصرع الفيرست جنريشن يعني أدوية الجيل الأول هي الكاربامازيبين اللي اسمه التجاري المعروف تيجريتول والكلونازيبام، أيضا الديازيبام اللي هو الفاليوم المشهور الديباكين الإيتوسكسيمين واللورازيبام، وعندنا الفينوبربيتال والفينوتيئين والبريميدون. أدوية الجيل الثاني عندنا الأسيتازولاميد، هلا مثل ما ذكرنا أكثر من مرة حتى مثل ما بتعرفوا الأسيتازولاميد هو بيستخدم بعلاج الزرق وأيضا ببعض حالات ارتفاع توتر داخل القحط، ولكن حديثا كمان بيستعمل في علاج الصرع، وعندنا الكلوبازيبام، عندنا اللاموتريجين والليفاتيراسيتام إلى آخره. هاي الأدوية كلها أدوية حديثة. هلأ رح نجي لعلاج نوع من أنواع الصرع حسب التصنيف. الصرع البؤري أو الجزئي، الخيارات الأساسية بالعلاج، الخط الأول بالعلاج هو الصرع البؤري هو الكاربامازيبين، هو من الأدوية التقليدية. طبعا وقت العلاج بالكاربامازيبين يجب مراقبة أنزيمات الكبد ALT وAST، تعداد دم الكامل كل 6 أشهر على الأقل. كيف عادة يوصف الكاربامازيبين؟ عادة يبدأ تزاد تدريجيا حتى الوصول إلى الجرعة المناسبة. الآثار الجانبية سمية كبدية، لذلك يجب مراقبة أنزيمات الكبد ALT والAST. الدموي ممكن يؤدي لتثبيط بالنقي، فممكن يؤدي نقص الكريات البيضاء وفقر دم صوديوم إلا إذا كان المريض كبير بالسن وبيتناول مع المدرع. عندنا الأوكساكارازين هو مستقلب من مستقلبات الكاربامازيبين،
له تأثيرات جانبية أقل من الكربانزبين محمله أفضل، بس نقص صوديوم أكثر من الكربانزبين. الفينوتيئين بيحتوي مش الكربانزبين لكن بتكون عاده تاثيرات جانبيه حتى، ويؤدي لاستخدام النبيذ الى اصابه مخيخيه غير عكسي. من التاثيرات اللي للفينوتيئين انه بيسوي باللثه وشعرانيه، خصوصا عند البنات بيؤدي لشعرانيه كثير، بيؤدي لعوز الفيتامين د، وبالتالي قد يؤدي الى حدوث ترقق بالعظام. ايضا بالداخل باستقلاب الفيتامين بي 12 كبير الكريات، له الفيتامين له تاثير سيتوكروم بي 450، وبالتالي كثير من الادويه له تدخلات دوائيه كثيره. لكن اهم تدخلات اهم التاثيرات الجانبيه هي المنشوره عنه هي ضخامه الليثي والشعراني وعوز او اضطراب استقلاب الفيتامين د، وبالتالي تؤدي الى ترقق بالعظام. لذلك المريض بيستعمل الفيتامين لازم اعطاء الكالسيوم والفيتامين د، وما تنسوها هي لانه كثير اطباء بينسوها. عنده وصف فينتري. هلا عندنا الليفا تيراسيتام، هذا دواء جيد تاثيراته الذهنيه وموانع الاستخدام تبعيته قليله، يتطلب مراقبه تعداد دم الكامل دوريا، ويمنع استخدامه عند المرضى المصابين بالذهان، يعني المرضى المصابين بامراض نفسيه خطيره مثل البسيكوسيس. عندنا من محاسن الصدف عندنا الجابادنتين والبري جابالين. بشكل اساسي البري جابالين هو الليريكا، اذا سمعني فيه الليريكا عيار 75 والجابابنتين عيار 400، هذول الام عصبيه وخصوصا مرضى داء السكري اللي بيكون عندهم اعتلال اعصاب سكر. واني اول ما رخص هاي الادويه كادويه مضاده للالم الى جانب تاثيرها المركب. لذلك استخدام الاساسي هلا بتاخذ استخدامه باعتلال الاعصاب السكري، وحتى عند المرضى اللي عندهم مثلا انفتاق نواه لبي وعم يشكو من الام عصبيه ممكن وصف هاي المركبات. لكن حديثا يمكن اعطاء هذه الادويه لمريض يعاني من صرع مترافق مع صداع، في حال ترافق الصرع مع صداع وما استجاب على الكربامزبين يمكن اعطاء الجابابنتين والبري جابالين. عندنا الفيجا باترين، هذا بيأثر على الساحه البصريه، وهذا الدواء يمكن الوحيد اللي يستخدم لعلاج صرع السلام عند الاطفال اللي ذكرناه بالمحاضره الماضيه متلازمه ويست. بتلاقي الطفل بينحنى وبيثني الجسم تبعه بمد ايديه وكانه عم يعمل مثل بقلل حركه السلام، فبيوصف في هذا العلاج فيجا باتري. هلا عندنا الصرع المعمم، طبعا اول شيء لازم نحدد نمط النوبي قبل بدء العلاج. الصرع المعمم مثل ما ذكرنا له انواع متعدده، عندنا الداء الكبير، عندنا داء الغياب الابسنس، وعندنا الصرع الخلجاني العضلي الميوكلونيك، كل واحد له علاجه. هلا عندنا الداء الكبير، هلا انتم المطلوب منكم تحفظوا الخط الاول للعلاج فقط، يعني اهم شيء مثلا انه الخط الاول للعلاج تعرفوا انه لكل نمط من انماط الصرع. الصرع الكبير الخط الاول هو الفالبروات الصوديوم، ويعتبر كذلك ايضا فالبروات صوديوم الخط الثاني عند سيدي في سن الانجاب، لكن فالبروات صوديوم مضاد صفراء مطلق اثناء الحمل لانه له تاثيرات مشوهه للاجني، خصوصا بيؤدي الى انشقاق بالشراع الحنك والشفي. عاده فالبروات صوديوم يتم وصفه بجرعات صغيره ثم تزاد بالتدريج حتى الوصول الى الجرعه المناسبه التي تضبط النوبات. يجب مراقبة أيضا الخمائر الكبد وتعداد دم الكامل. وهون مذكورة آثاره الجانبية للصرع، مثل ما ذكرت هو مشوه للأجنية لذلك لا يستخدم أثناء الحمل، له تأثيرات دموية
وسمي كبدي، قد يؤدي الى حدوث قله تركيز والدوخه والغثيان. وهون الصوديوم فالبروات مجموعه تاثيراته الجانبيه بالكلمه نفسها هي الفالبروات، الفي هي الفوميتنج ممكن يؤدي الى القيء، الالوبيشيا يعني حاصه، ال الليفر توكسيتي سمي كبدي، البي بانكرياتيت التهاب الكبد، والار ريتينشن فات يعني بيرفع شحوم الدم، الاو اوديما يمكن يؤدي لحدوث وذمات، والاي ابيتايت انكريز زياده الشهي، والتي تريمر ممكن يؤدي لرجفان، والاي انزيم انديوسر بحث انزيمات الكبد. الدواء الثاني، الخط الثاني مثل ما ذكرنا بالعلاج الداء الكبير، الخط الاول هو الفالبروات صدر، الخط الثاني هو الليفيترا سيتام راح نتحدث عنه، والخط الثالث هو التوبي رامات. يفضل هذا التوبي رامات يفضل عدم اعطائه للطلاب لانه بينقص من الوظائف المعرفيه والنشاط الذهني. هذا التوبي رامات يمكن استخدامه لكل من الصرع المعمم وحتى الجزئي. هلا عندنا داء الغياب عند الأطفال، والخط الأول هو الإيتوسكسوميد، وهو يعد الخط الأول في علاج نوبات الغياب، بتساوى تأثيره مع تأثير فالبروات الصدم، إلا أنه هو أقل إحداثا للتأثيرات الجانبية والتشوهات الجنين. الخط الثاني هو فالبروات الصدم. هلا عندنا الصرع الخلجاني العضلي اللي هذا بسميه الميوكلونيك، يمكن استخدام الأدوية التالية لعلاج الصرع الخلجاني العضلي، الخط الأول هو فالبروات صوديوم، وأيضا بعده بيجي الكلونازيبام والليفاتيرا سيتام واللاموتريجين. هذا اللاموتريجين قد يفيد بعض الحالات ويزيد الحالات الأخرى سوءا. انتبهوا لملاحظة، قدم مريض إلى المشفى بقصة حدوث نوبات بعلامات موضعة عنده يعني صرع بؤري، تم إعطاء المريض كربامزبين ولم يتحسن بل تفاقم الوضع. بعد التحدث لمرافقين المريض ومرور الوقت لاحظنا حدوث نوب من الشرود تستمر لعدة ثواني، فبالتالي هذا المريض طالما عنده نوبات شرود أصبح هذا عنده داء الغياب الأبسنس، فكان التشخيص صرع معمم مع من نمط نوب الغياب. داء نوبات الغيبوبة قد يبدأ بعلامات بؤرية ويتطور لحدوث نوب من الشرود، فالتشخيص الخاطئ أدى إلى إعطاء المريض علاج خاطئ. انتبهوا، لذلك يجب معرفة نوع النوبي حتى يوصف العلاج المناسب لها. الكربامازبين والفينوتئين بفاقم داء الغياب والصرع الخلجاني العضلي، لذلك لا يعطى فيه مثل حالة هالمريض هذا، هو بالأصل عنده نوب غياب وعطوه الكربامزبين لذلك زادت عنده، فالفينوتين والكربامزبين بيأدوا لتفاقم أو زيادة شدة النوبات في داء الغيبوبي والصرع الخلجاني العضلي الميوكلونس. كمان بشكل سريع، العلاج الأساسي أو الخط الأول لكل نمط من النوب الكربامزبين مثل ما ذكرنا هو الخط الأول في علاج الصرع البؤري، فالبروات الصوديوم هو الخط الأول في علاج الصرع المعمم بنمطيه الداء الكبير والخلجاني العضلي، الإيتوسكسوميد هو الخط الأول في علاج نوب الغياب. طبعا لا يوجد دواء معين يتم اعتماده كخط أول في علاج الصرع البؤري والمعمم النمط الكبير والخلجاني العضلي، لكن عادة ما يتم اعتماد الليفاتيراسيتام وذلك لقلة تأثيراته الجانبية. أما بالنسبة لنوب الغياب فالخط الأول هو دائما الإيتوسكسيد. هلأ راح نتحدث عن خصائص أدوية الصرع. انتبهوا أن أدوية الصرع تملك تأثيرات جانبية تحسسية شديدة وقد تؤدي إلى حدوث صدمة تحسسية تستوجب العناية المشددة. يتميز الفينوتئين لأنه الدواء الوحيد الذي يعطى بالجرعة العظمى. من البداية ممكن بدء الفينوتئين بالجرعة العظمى، أما باقي الأدوية تعطى بالتدريج إلى الجرعة المطلوبة وذلك لتدارك الأثر التحسسي لها.
تشاهد الحساسية الدوائية لأدوية الصرع في حوالي 3-5% من حالات العلاج فيها. تحديد الجرعة اللازمة من الدواء يختلف بين مريض وآخر، حيث يبدي المرضى اختلافات نسبية في هذا الجانب. هلأ اللاموتريجين يفضل البدء بجرعات صغيرة منه وتزيد الجرعة قدر الإمكان. عادة نبدأ بجرعة 25 ميلي جرام في أول أسبوعين، لأنه اللاموتريجين هو أكثر الأدوية المسببة للحساسية. هاي المعلومة لازم ما تنسوها، أنه أكثر الأدوية الصرع المؤدي لحدوث الحساسية هو اللاموتريجين، لذلك عادة يبدأ بجرعات صغيرة 25 ميلي جرام كل أسبوعين إلى 3 أسابيع، حتى نوصل مثلا لآخر الأسابيع إلى 50 ميلي جرام مرتين كل يوم. يعتبر اللاموتريجين هو أصعب دواء يعطى بالتدريج بسبب المدة الطويلة التي يحتاجها للوصول إلى الجرعة المناسبة، يحتاج تقريبا من شهر إلى شهرين. الكاربامازيبين عادة يضاف كل 3 أيام 100 ميلي جرام على الجرعة حتى نصل إلى الجرعة المطلوبة. فاليبروت صوديوم عادة نبدأ بجرعة 500 ميلي جرام ونعدلها بعد 3 أيام حتى الوصول إلى جرعة 1000 ميلي جرام. الليفاتيراسيتام عادة نبدأ بجرعة 250 ميلي جرام ثم تزاد بعد أسبوع لتصبح جرعتين 500 ميلي جرام. هلأ المشاركة الدوائية بين أدوية الصرع، خطة العلاج في المشاركات الدوائية سيئة بشكل عام، حيث أن التداخلات الدوائية واسعة جدا. هلأ في عندنا مشاركة دوائية مستحبة، مشاركة دوائية غير مستحبة. المشاركات الدوائية الصرعية غير المستحبة هي مشاركة الفينوباربيتال والكاربامازيبين، حيث يقوم كل منهما بإلغاء تأثير الآخر، لذلك تعد من المشاركات السيئة. أسوأ مشاركة هي مشاركة الفينوباربيتال والكاربامازيبين. أيضا مشاركة الفينوباربيتال مع الفاليبروات ومشاركة الفاليبروات مع الفينوتئين، الفاليبروات بنافس الفينوتئين على الارتباط بالألبومين، الأمر الذي يرفع من تركيز الفينوتئين الحر بالدم فتظهر التأثيرات السمية للفينوتئين. أيضا من المشاركات غير المستحبة هي مشاركة أدوية التي تمتلك نفس آلية التأثير، مثل الأدوية التي تأثر على قنوات الصوديوم كمشاركة الكاربامازيبين والفينوتئين واللاموتريجين. لا يفضل مشاركة دوائية من صنف واحد مثل مرضى ارتفاع الضغط الشرياني. أما المشاركات الدوائية المستحبة، بيحدث تآزر بين اللاموتريجين وفاليبروات الصوديوم بشكل جيد، وتعتبر من أفضل المشاركات الدوائية. نقوم بتعديل جرعة اللاموتريجين بعد فترة لأنه يسبب متلازمة ستيفن جونسون. مثل ما ذكرنا، أكثر الأدوية اللي بتؤدي لحدوث التحسس بالصرع هو اللاموتريجين، لذلك يبدأ يجب البدء بجرعات صغيرة خوفا من حدوث متلازمة ستيفن جونسون. هاي متلازمة ستيفن جونسون تدرسوها بالجلدية، هي بتصير فيها حمامة عديدة الأشكال. هلأ مشاركة أدوية الصرع مع أدوية أخرى، يجب الانتباه للتداخلات بين أدوية الصرع والأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية وبعض أنواع النباتات الطبية، يعني النباتات العشبية. تعتبر هذه التداخلات واسعة جدا وقد تزيد أو تنقص من فعالية الأدوية. من أهم الأدوية والنباتات التي تقوم بتخفيض عتبة الصرع، يعني تخفيض عتبة اختلاج ويجب عدم وفرها لمرضى الصرع، هي مركبات الجينسينج، وهلأ منتشرة كثير تعرفوا بالطب البديل في خزعبلات كثير. وعندنا مركبات الجينكو بيلوبا، مركبات الجينكو بيلوبا أكثر ما تستخدم عند المرضى اللي عندهم أساس اضطراب بالذاكرة فبيصفلون إياها. والأدوية أيضا المضادة للذهان والأدوية المضادة للإكتئاب، هاي كلها هالمركبات هاي بتخفض عدد الاختلاج، وبالتالي يجب الانتباه بشدة عند وصف الأدوية المضادة للاختلاج في حال المريض كان يتناول أحد هاي الأدوية. هلأ كيف يتم اختيار الدواء المناسب؟ عادة نبدأ العلاج بدواء واحد وبجرعة منخفضة، تزاد الجرعة تدريجيا حتى نصل إلى ضبط جيد للاختلاج وبحدوث هجوع للنوب. بعد حدوث رجوع للنوب يعني تقريبا بعد شيء 3-6 أشهر يمكن عندها سحب الدواء تدريجي. عندها فشل أدوية الخط
الأول يعني استمرار الاختلاجات أو ظهور تأثيرات جانبية غير محتملة عند المريض، ننتقل بعدها مباشرة لأدوية الخط الثاني. شو معنى يعني إمتى يعني قديش نسبة حدوث هجوع النواب بعد العلاج؟ بيحدث بنسبة 40-50% من المرضى المعالجين حديثا في حال استخدام أدوية الخط الأول للعلاج. بيحدث الهجوع ب 60% من المرضى المعالجين باستخدام أدوية الخط الثاني، و 70% من حالات المعالجين باستخدام أدوية الخط الثالث، يعني فما بترفع النسبة بشكل واضح. هلأ عندنا الصرع المستعصي على العلاج، يطلق هذا التعبير على المرضى الذين لديهم فشل في الاستجابة على الأدوية المضادة للصرع على الرغم من مشاركة نوعين أو ثلاثة أنواع من أدوية الخط الأول. هذا تعريف الصرع المستعصي على العلاج، أنه فشل الاستجابة على العلاج على الرغم من مشاركة نوعين أو ثلاثة من أدوية الخط الأول، ويحدث في حوالي 30% من الحالات. وانتبهوا، وجد بالتجارب أن نصف المرضى تقريبا، يعني ليش هدول المرضى ما عم يستجيبوا العلاج، نصف المرضى تقريبا اللي بيكونوا غير مستجيبين للعلاج، غير ملتزمين بالعلاج، يعني المريض عم ينسى الدواء أو ما ملتزم فيه، يعني نقص المطاوعة على العلاج بسبب النسيان أو عدم الاهتمام. ويعد هذا من أهم أسباب الصرع المستعصي على العلاج. فمثلا في حال سألته، أهم سبب من أسباب الصرع المستعصي على العلاج هو نقص المطاوعة على تناول الدواء. تم اقتراح طرق مختلفة لتذكير المريض بالدواء، ومنها أنه مراقبته من قبل الأهل والأصدقاء. في بعض المرضى ما بيكونوا مستجيبين أو ما بتقبلوا الدواء أو بملوا منه، فبهالحالة هي لازم مراقبة من قبل الأهل والأصدقاء، وخصوصا عند الأطفال. استعمال أكثر من منبه للتذكير بموعد استعمال الدواء، ومن الطرق اللي بتحسن مطاوعة المريض على العلاج هي طبعا بكل أمراض المزمنة ليس فقط بالصرع، من وصف الأشكال مديدة التأثير أو اللي بتكون جرعة واحدة يوميا، وأيضا التخفيف من تواتر الجرعات اليومية من أجل زيادة مطاوعة المرضى والتزامهم بالدواء. يوجد شكلان أساسيان من أدوية الصرع، وهني أدوية مديدة التأثير مثل إيتوسكسوميد، وأدوية واسعة التأثير مثل الفالبروات واللي في تيرسيتا. مديدة التأثير هي الإيتوسكسوميد، أما الأدوية اللي بتكون واسعة التأثير يعني بيكون طيفة بيغطي أكثر من نوب اختلاجي وحدي مثل الفالبروات واللي في تيرسيتا. وفي حال كنا أمام صرع غير قابل للتصنيف، نقوم عندها بالصرع غير مثل ما ذكرنا. كان عندنا في أصناف غير أنواع من الصرع غير مصنفة، ففي هالحالات إذا ما حسنا نصنف النوبي الصرعي، فيفضل عند استخدام دواء واسع التأثير يعني مركبات الفالبروات والليفيتيراسيتا. أما بحال كان المريض ينسى تناول الدواء يعني نقص المطاوعة على استعمال الأدوية، ففي هالحالة هي نلجأ للأدوية مديدة التأثير. طبعا الفينوباربيتال يسبب النعاس ويؤثر على التركيز، كما يعد الخيار الأخير عند فشل كل الأدوية. طبعا الفينوباربيتال سابقا وبسبب قلة أدوية الصرع كان له دور كبير، أما حاليا الفينوباربيتال قليل استخدامه بعلاج النوب الصرعي إلا في حالات خاصة. التأثيرات الجانبية، تلخص التأثيرات الجانبية للأدوية: آثار بعيدة المدى، وآثار عندنا زيادة الجرعة، وآثار تحسسية مباشرة. الآثار بعيد المدى وهي ضمور المخيخ عند استعمال الفينوتيين، نقص صفيحات وحدوث النزوف، إصابة كبدية، ونقص صوديوم الدم. آثار زيادة الجرعة، السمية الدوائية اللي تحصل عند مرضى اللي بيستخدموا الفينوتيين، تكتشفها أنه بس صار عند المريض رنح أو أتاكسيا، وأيضا رأرة وشفع. هذول بنبهوا كتير كتير أنه المريض عم يأخذ جرعة سمية يعني فوق جرعة الدوائي. آثار تحسسية مثل ما ذكرنا، اللاموتريجين له تأثيرات تحسسية، وهو الدواء أكثر الأدوية اللي بيؤدي
لحدوث تحسسي، لذلك يجب زيارة جرعة تدريجية. عند قدوم مريض يعاني من رنح وأعراض مخيخية ولديه بالسوابق الدوائية قصة تناول أدوية الصرع، وخصوصا إذا كان عم يتناول الفينوتين وأيضا الكاربامازيبين والفينوباربيتال، فإن أول ما يجب التفكير به هو زيادة أعراض الجرعة الدوائية، إنه واصل الدواء لمستوى سمي. طبعا ذكرنا بالمحاضرة أكثر مرة إنه كيف إنه في بعض الأدوية بتؤدي لحدوث نقص صوديوم بالدم، ومثل ما قلنا عندنا الكاربامازيبين والأوكسي كاربامازيبين وحتى الفينوتين، فكيف بيحدث هاي الأدوية بتؤدي لحدوث مثل الكاربامازيبين والأوكسي كاربامازيبين بيؤدوا لحدوث متلازمة السيادات، ومثل ما شرحنا عنها بالكلي إنه بيحدث إفراز غير ملائم للهرمون المضاد للإدرار، فبيؤدي ارتفاع مستوى الـ ADH لحبس الماء عبر قنوات الماء على سطح القناة الجامعة، فبيزداد حجم الدم. زيادة حجم الدم بتؤدي لتمطط الأذين اليمنى، فعند تمطط الأذين اليمنى إذا متذكرين قلنا بيؤدي لزيادة إفراز الهرمون الأذيني الطارح او المدر للصدم، سميناه الاي ام بي الاتريال ناتريوتيك بيبتايد، هذا بحث الكلي على طرح الصوديوم جاذبا معه الماء بهدف تقليل الحجم، لكن بالمحصله انه لما بيزداد عوده امتصاص الماء فبيحصل نقص صوديوم تمدده، وهي بتكون الحصيله انه بيحصل عندنا هايبو ناتري. هلا شيء مهم واساسي ودائما بالصرع هو الحديث عن الصرع عند النساء بسبب الحمل. انتبهوا، هرمون الاستروجين على علاقة وثيقة بالصداع ولا سيما صداع الشقيقة، فهو يعد من أهم دارئات الألم، يعني من مخففات الألم، لكن على العكس تماما بالنسبة للصرع ارتفاع مستوياته بالمصل من أهم محرضات النوم. بصداع الشقيقة الاستروجين هو واقي من الألم أو دارئ للألم، أما بالنسبة لمرضى الصرع ارتفاع مستويات الاستروجين تعتبر من أهم محرضات النوب، لذلك ممكن تزداد النوب أثناء الحمل. أما بالعكس يقلل هرمون البروجسترون من تواتر حدوث النوبة الصرعية، فيعد من أهم دارئات النوب. طبعاً تدخل آليات معقدة جداً في تأثير الهرمونات على النوب الصرعية، ويوجد لدينا ثلاث أشكال أساسية للنوب المرافقة للدورة الشهرية. معظم النساء تحدث عندهم نوب صرعي بتأثير الدورة الشهرية، فعندنا أشكال ثلاثة، هو أول شيء الشكل المرافق للإباضة اللي بيحصل وقت الإباضة بمنتصف الدورة الطمثية، فهذا بهالحالة هي إذا كانت النوب عم تحصل بوقت الإباضة نعالج النوبة فقط عند حدوثها، يعني المريضة ما في داعي بل تستخدم دواء الصرع بشكل مستمر. الشكل اللي بيحدث بعد الإباضة يعني قبل الطمث، يعني بالمراحل الأخيرة للدورة الطمثية ولا سيما بالمرحلة الأخيرة، هنا لا ننتظر حدوث النوب بل تعالج المريضة بشكل مستمر. يعني الشكل اللي بيحصل في نهاية الدورة الطمثية قبل حدوث الطمث هذا منعالجه بشكل مستمر، أما الشكل المرافق للطمث يعني اللي بيحدث وقت نزول الدم أيضا هون بس منعالج النوب خلال هذه الفترة. طبعا هون سؤال من احد الطلاب انه هل يزداد تواتر النوبات ام شده النوبه عند ارتفاع مستويات الاستروجين؟ طبعا هذا الشيء بنواجهه اثناء الحمل، وبالمجمل يزداد الاثنان سويا، يزداد تواتر النوبات يعني معدل حدوث النوبات، وتزداد ايضا شده حدوث النوبه. العلاجات المستخدمة مثل ما ذكرنا الاستروجين يمكن أن يعطى في الشقيقة، أما بالنسبة للصرع عادة يعطى البروجسترون لدوره المهم في الوقاية من النوبات، وذلك بعد حدوث يعني استشارة نسائية، لأنه أعطى الهرمونات خصوصا مركبات البروجسترون بعد استشارة نسائية حتى ما أول شيء يحدث اضطرابات الدورة الطمثية أو يزيد الخطورة على سرطانات باطن الرحم أو سرطانات عنق الرحم. لكن بشكل عام أهم العلاجات التي يمكن استخدامها
عند النساء هي البروجسترون، ايضا الاسيتازولاميد مثل ما ذكرت. الاسيتازولاميد يستخدم في حالات ارتفاع التوتر داخل القحف لتخفيف ارتفاع الضغط داخل القحف، وايضا بالزرق، وتم تجربته في علاج الصرع واعطى نتائج جيده الى حد الان. ايضا من الادويه الكلوبازام دواء مزيل للقلق، هذا من زمره البنزوديازبين، ويمكن استعماله لعلاج الصرع. وايضا من الوسائل العلاجيه اللي يمكن استخدامها عند النساء بهالشكل هاي، سواء بالصرع اللي بيحدث اثناء الدوره الطمثيه او بمنتصف الدوره او قبل الطمث، انه زياده جرعه الادويه المضاده للصرع قليلا. يتم زياده جرعه الدواء الذي تتناوله المريضه عاده اثناء فتره الطمث. ملاحظه، طبعا كثير من ادويه الصرع وخصوصا الادويه اللي بتزيد بتحث او بتنبه انزيمات السيتوكروم بي 450 تتداخل مع كثير، تتداخل في استقلاب كثير من الادويه. لذلك يعتبر كل من اللاموتريجين والليفيتيراسيتام من الادويه الحديثه ذات التداخلات القليله مع مانعات الحمل الفمويه، ويعتبران خيار جيد في سن النشاط التناسلي عند المرأة لقلة أيضا التأثيرات المشوهة. أما باقي الأدوية تتدخل كثير، خصوصا مانعات الحمل تتدخل أيضا مع كثير من الأدوية، فخصوصا أصلا حتى لا يفضل استخدام مانعات الحمل الفموية، يعني البيل، كوسيلة منع حمل عند المريضات لديهن صرع. المشاكل العظمية لأدوية الصرع يجب الانتباه إليها دوما، بسبب أنه قد تحدث ترقق العظام لدى النساء، ومنها الليفيا تيراسيتام قد يسبب ترقق عظام لكن بنسبة ضئيلة. عندنا اللاموتريجين لا يسبب ترقق عظام، لذلك يستخدم لدى النساء اللواتي يعانين من ترقق العظام. وهي صار له ميزتين ممتازات، أنه أول شيء ما بيتدخل مع الحبوب مانع الحمل، وايضا ما بيؤدي الى ترقق العظام. وايضا التوبيرامات قد يؤدي الى حدوث ترقق بالعظام. الاجراءات المتبعه في حال عدم وجود ترقق بالعظام، مثل ما ذكر، انه نعاير الكلس والفيتامين د مره بالسنه، وايضا تراقب الكثافه العظميه وخاصه بعد سن الياس، ويعطى بشكل روتيني الكالسيوم 1200 ميلي جرام باليوم، وفيتامين د 600 وحده دوليه باليوم، خصوصا بالادويه اللي بتؤدي لترقق العظام. الاجراءات المتبعه في حال وجود ترقق عظام هي زياده جرعه الفيتامين د حتى تصل الى 1500 ل 2000 وحده دوليه باليوم. ايضا تغيير نمط الحياه، يمكن اعطاء مركبات البيسفوسفونات مثل مركبات الالندرونات اللي منعالج فيها ترقق العظام. وقد نفكر جديا بتغيير علاج الصرع المستخدم اذا كان المريض عنده ترقق عظام شديد، وايضا التفكير بعلاج الهرموني، يعني الهرمونات المعيبه، اعطاء مركبات الاستروجين والبروجسترون بعد سن الياس، لكن بعد عمل استشارة نسائية، لأنه ممكن يزيد نسبة حدوث سرطان الرحم. وأخيراً إحالة إلى أخصائي غدي. التوصيات العامة المتخذة لتثبيت العظام وتمتينه، الحركي والقيام بتمارين رفع الأثقال من الوسائل اللي ممكن تخفف ترقق العظام أو للوقاية منها هي زيادة النشاط الفيزيائي وممارسة الرياضة. أيضا التوقف عن التدخين، التدخين هو من عوامل الخطورة لإحداث ترقق العظام. أيضا طبعا هون ما بقوله إيقاف تناول الكحول، لكن الحد من تناول الكحول مثل ما بدهم. التقليل من الكافيين لأنه بيؤدي إلى حدوث ترقق بالعظام.
مضادات الصرع وتاثيراتها المشوهه للاجنه. طبعا مثل ما ذكرنا فالبروات الصوديوم او الفالبروك اسيد يمنع استخدامه اطلاقا عند المرضى، عند المريضات المصابات بالصرع. فاذا مريضه حتى لو كان عندها صرع وحمله بتوقف لها الفالبروات وتقلبها على دواء اخر، لانه تاثيره المشوه للاجنه مثبت قطعي. اللاموتريجين والليفاتيراسيتام كلاهما من اقل الادويه احداثا للتشوهات الجنين، لذلك هلا كثير منتشرات واسع استخدام. الوبائيات بيعاني 1.5 مليون امراه في سن الحمل والانجاب من نوبات صرع بفترات الحيض. يلاحظ الصرع المرافق للطمث عند حوالي ثلث النساء المصابات بالصرع بشكل عام، وإمكانية حدوث اضطراب الطمث عند النساء تكون أكبر في حال مريض الصرع. نسبة فشل، هذا الشيء المهم، نسبة فشل مانعات الحمل الفموي هي 1% عند النساء السليمات، بينما تصل النسبة لحوالي 3-60% لدى مريضات الصرع. لذلك لا يفضل استخدام مانعات الحمل الفموي كوسيلة لمنع الحمل عند المريضات المصابات بالصرع. بشكل عام تعتبر موانع الحمل داخل الرحم يعني اللولاب أفضل وسيلة لمنع الحمل عند المريضات المصابات بالصرع. طبعا بحسب الدراسات الحمل لا يمتلك تأثيرا واقيا لدى معظم النساء المصابات بالصرع، بل العكس تماما، قد يتفاقم الصرع بسبب زيادة وزن أثناء الحمل. لكن هناك ضبط أفضل لنوبات الصرع أثناء الحمل، خصوصا لمريضات الصرع المرافق للطمث مقارنة مريضات الصرع عموما. يعني المريضات اللي بيكون عندهم صرع مرافق للطمث بيحصل عندهم ضبط أفضل للنوب أثناء الحمل. ولكن بشكل عام الحمل ما له تأثير واقعي، بالعكس هو بيزيد شدة النواب أثناء الحمل، وذلك بسبب زيادة الوزن وبسبب تغير استقلاب الأدوية. انتبهوا، ليش تزداد شدة النوبات أثناء الحمل؟ لأنه 50% من النساء يراجعنا طبيب عصبي أو نسائي ليكتشفوا فجأة أن لديهم صرع أثناء الحمل. وهون هذا في أحد الطلاب سائل دكتور لماذا يزداد حدوث الصرع أثناء الحمل، علما أن تركيز البروجسترون ترتفع ودوره وقائي في الصرع. وهذا سؤال وجيه، لأنه تتفاقم النواب أثناء الحمل بسبب زيادة الوزن ونقص تركيز الأدوية بالمصل أثناء الحمل. وأيضا هو سبب مهم كثير من النساء اللي بيعاني من صرع لا يراجعنا طبيب العصبي لوضع خطة علاجية متكاملة. يعد وجود نوبات صرعية فعالة في السن الأخيرة قبل الحمل المشعر الأهم لاحتمال تكرر نوبات صرع أثناء الحمل. يعني إذا المريض كان عنده الصرع مستقر لمدة 2 أو 3 سنوات، فإحنا بنطلع على آخر سنة هل أتت عنده نوبات صرعية ولا لا، وكم مرة بالسنة. فإذا كان عنده نوبات صرعية خلال السنة الأخيرة قبل الحمل، فهذا احتمال تكرر أثناء الحمل هو العامل الأهم. انتبهوا، إذا كانت المريضة تتناول فالبروك أسيد أو فالبروات الصوديوم وتخطط للحمل، نستبدل الدواء باللاموتريجين أو الليفا تيرا سيتا. بتوقف لها الفالبروات الصوديوم أو الفالبروك أسيد وبتعطيها اللاموتريجين أو الليفا تيرا سيتا، لأنه مثل ما ذكرنا أكثر مرة الفالبروك أسيد هو مشوه للأجنه، وأيضا قد يؤثر على ذكاء الطفل وقدراته السمعية، ممكن يعني يؤدي لحدوث صمة. طبعا تعطى المرأة الحامل الفوليك أسيد بمعدل 5 ميلي جرام باليوم، لأن أكبر سبب للتشوه الأجنه هو نقص الفوليك أسيد. وعادة هلق هذا يعطى روتينيا أثناء الحمل وحتى مو أثناء الحمل. هلق الدراسات أغلبها، طبعا هذا الشيء لازم تدرسوه بالنسائي، انه حتى المراه اللي بدها تحمل
يفضل انه تاخذ الفوليك اسيد قبل شهر او شهرين من بدء الحمل وتستمر بيقول فتره الحمل، لانه وجدوا بالدراسات انه نقص الفوليك اسيد هو اهم سبب لتشوهات الانبوب العصبي عند الاجنبي. لذلك هذا شيء روتيني مو بس عند المريضه الصرع، حتى المريضه اللي او مو المريضه السيده اللي بدها تحمل ويفضل اعطاء الفوليك اسيد قبل شهر من الحمل المخطط له وتستمر في طول فتره الحمل. تفرز معظم ادويه الصرع مع حليب الام خلال الارضاع. الاطفال المعرضين لادويه الصرع اثناء الحياه الجنينيه وعبر الرضاعه اظهروا بشكل تناقضي مستويات ذكاء مرتفعه وقدرات لفظيه اعلى مقارنه مع الاطفال المعرضين لادويه الصرع في الرحم فقط. تزداد نسبه الاستروجين الى البروجسترون قبل سن الياس، الامر الذي يفاقم النوبات. يعني قبل سن الياس ممكن تزداد النوبات بسبب زياده نسبة الاستروجين. الاستروجين هو عامل محرض للنوب، أما البروجسترون فهو عامل واقي للنوب. فعند زيادة نسبة الاستروجين ممكن تزداد النوبات الصرعية في مرحلة ما قبل سن الياس، والفترة التي تليه تبدي المصابات بالصرع المرافق للطمث تحسنا واضحا، يعني بعد سن الياس. هل اختيار الدواء الملائم للمريضة؟ نقوم باختيار الدواء وفقا لحاله كل مريضه. ومنا المريضه اذا كانت بديني عاده يعطى التوبيرامات لانه له تاثير مخفف للوزن، لكن يسبب انخفاض القدره على التركيز والنعاس، لا يعطى للطلاب. المريضه اللي بتتناول الوارفارين هناك ادويه تزيد فعاليته مثل فالبروت صودوم، فيجب تعديل جرعة الوارفارين لتتلائم مع دواء، لأنه إذا ما عدلنا جرعة الوارفارين ممكن يؤدي لحدوث نزوء. المريضة التي تعاني من حصيات كلوية يجب الابتعاد تماماً عن التوبيرامات إذا أنه عامل خطورة لتشكل الحصيات الكلوية بنسبة 30% من المرض. يعني عطينا لمريضة بديني كان لأنه بيؤدي لتخفيض الشهية، ولكن المرضى اللي عندهم حصيات كلوية ممنوع أعطاء التوبيرامات لأنه بيزيد نسبة تشكل الحصيات الكلوية. إذا كان المرأة الحامل تتناول الكاربامازيبين في فترة ما حول الولادة، فيجب إعطاء أمبولات الفيتامين كاف لأنه هو يؤثر على عوامل التخثر ممكن يؤدي لحدوث نزو. هلا الصرع عند الأطفال، يتم وضع تشخيص السرير للصرع إذا تعرض الطفل لنوبتين غير محرضتين، يعني نوبتين عفويات أو أكثر، أو كان خطر تكرر النوبات 60% أو أكثر بعد النوبة الأولى. نعالج الصرع عند الأطفال في حال حدوث أكثر من نوبة، ولا نعالج بعد النوبة الأولى مباشرة. في أشكال من الصرع هي أشكال سليمة عند الأطفال، وأهمها هو يسموه الصرع الرولاندي أو بسموه سينترو تيمبورال. هذا يعرف أيضا بصرع سيلفيان. يشاهد على تخطيط قمم مرتفعة تابعة للفص الصدغي المركزي، بتكون عميقا بؤرة بتكون عميقا بالفص الصدغي، تتظهر أثناء الليل خلال النوم بخدر مع نفضات بالوجه واللسان مع إصدار أصوات. لا يحدث فيها فقد وعي، تعتبر نوبات صرع بؤري بسيط، وميزة أنه بتختفي مع التقدم بالعمر، فهذا الشكل ما بيحتاج لعلاج. أيضا في عنا نوع من الصرع السليم هو الشكل القفوي، يشاهد على التخطيط ذرة تابعة للمنطقة القفوية، بتترافق مع أهلاسات وأعراض بصرية مختلفة، ونادرا ما نلجأ لعلاج هذا الشكل عند الأطفال. هلأ تدبير نوبات الصرع لدى الأطفال، يتم اختيار العلاج المناسب بحسب نمط النوبة. مثل ما ذكرنا عند نوب الغياب الأبسنس، الخيار الأول هو الإيتوسكسميد، أيضا يمكن استخدام فالبريك أسيد لكن له تأثيرات جانبية كتير. الصرع الخلجاني العضلي يمكن استخدام الليفاي التيراسيتام، أيضا فالبروات صوديوم والبنزو ديازبينات
مثل مركبات الكلونازيبام وكلوبازام، اما اللاموتريجين والكارموزيبين هذول بيؤدوا لتفاقم حاله الصرع الخلجاني العضلي وايضا نوب الغياب، لذلك لا يفضل استخدامه. في الصرع الكبير دائما فالبرواد والصوديوم، ايضا يمكن استعمال اللاموتريجين والليفيتيراسيتام. صرع السلام عند الاطفال او التشنج الطفلي اللي بيسموه الانفانتيل اسباز، هذا يستخدم في علاجه الجابا بنتي. هلا هاي بتدرسوها بشكل اساسي عند الاطفال. عندنا الاختلاجات الحروريه عند الاطفال، وهي الاختلاجات اللي بتحصل اثناء الترفق الحروري عند الاطفال. بتترافق النوب مع الحمى دون وجود دليل على خمج بالجمله العصبيه المركزي، يعني المريض مثلا ممكن يكون عنده التهاب لوزات بترتفع حرارته ل 39 ونص او 40، فبيحصل الاختلاج عنده بسبب ارتفاع الحراره دون وجود انتان بالجمله العصبيه المركزيه، يعني المريض ما يكون والله عنده التهاب دماغ او التهاب سحاب. هذا المقصود فيها بالاختلاجات الحروريه. تحدث لدى الاطفال بعمر 6 اشهر الى 5 سنوات، ولها شكلين، نوب حروري بسيطه والاشعه انه بتكون معممه مثل الصرع الكبير وتستمر لاقل من 15 دقيقه، او نوب حروري معقدي عاده تبدا بشكل بؤري وتستمر لاكثر من 15 دقيقه. يتطور 50% من المصابين نقص أكسجي في المناطق العميقة من الفص الصدغي وتنتهي بحدوث تصلب حصين البحر. إذا متذكرين ذكرنا بالمحاضرة السابقة وهلأ كمان رح نشوف فيكم إياها، منطقة حصين البحر هي منطقة مولدة للاختلاجات. فهذول الأطفال 50% منهم اللي بتعرضوا للاختلاجات بيتطور عندهم نقص أكسجي بالمناطق العميقة بالفص الصدغي وبيتطور عندهم تصلب بحصين البحر. أيضا من العلاجات في حال عدم الاستجابة على العلاجات الدوائية، هناك معالجة جراحية قد يلجأ إليها بالصرع. التدبير الجراحي ترتفع نسبة حدوث الموت المفاجئ عند مرضى الصرع مقارنة مع الأشخاص السليمين، ومن هنا تنبع أهمية علاج مرضى الصرع جراحيا في حال عدم علاج الدوائي. تأخذ المعالج الجراحي بعين الاعتبار في حالتين، انتبهوا أهم شيء، الصرع البؤري والصرع المستعصي على العلاج، هذول الحالتين اللي نفكر فيهم بالعلاج الجراحي. أشع أماكن الجراحة المجرات للبؤر الصرعي هي حصين البحر بنسبة 85% من الحالات، هي المنطقة الأساسية في حال تصلب حصين البحر، والمناطق المحيطة بحصين البحر واللوزي. قد يشاهد اضطراب في الذاكرة بعد إجراء الجراحة، لكن النتائج التي نحصل عليها أهم بكثير، أنه بتزلك النوبات الاختلاجية بشكل كامل. فمن أصل 300 مريض أجري لهم جراحة، 85% انتهى عندهم الصرع كليا. وبشكل عام أشيع الجراحات التي تجرى عند مرضى الصرع هي جراحة الفص الصدغي، وخصوصا عند المرضى اللي بيكون عندهم صرع الفص الصدغي، فبتكون نتائج كويس. هلأ جراحة الفص الصدغي وهي بسموها تيمبرال لوبيكتومي، يعني استئصال الفص الصدغي، تعد الجراحة الأكثر شيوعاً عند مرضى صرع الفص الصدغي البؤري، ويفضل دائماً تسجيل أكثر من نوبي لإثبات أن البؤرة المشاهدة هي المصدر الوحيد أو المصدر الأهم للنوبات الصرعية في حال وجود أكثر من بؤرة فعالة. ايضا ولزياده يعني التاكيد تجرى الجراحه مع مراقبه تخطيط الدماغ الكهربائي اثناء العمل الجراحي مع الفيديو وبشكل مستمر. بالتالي عند وجود صرع موضع بؤري معنن على العلاج، فان اول ما يجب ان نفكر فيه هو تصلب حصين البحر، لانه هو سبب الاشياء. مثل ما شايفين هون بصور الرنين المغناطيسي، هون دائما من المهم تحديد مكان البؤرة الصرعية قبل التداخل الجراحي. فبهي الصورة
تظهر البؤره الى العمق من الفص الصدغي، وهذا اللي حكينا عنه، انه هي بتكون مركز الفص الصدغي هي بتكون البؤره المولده للاختلاجات. وايضا هون مثل ما ملاحظين اثناء العمل الجراحي تم زرع الكترودات للتاكد من مكان البؤره. هلا بنجي على حالي اسعافيه، وهي الحالي الصرعي ستاتوس ابيليبتيكوس، هي دائما بتكون مسار للاسئله. وايضا ممكن يعني تشاهدوها انتم وهي كحالي اسعافيه، بالحالات الاسعافيه متجهه على العاجل بالمشافه. تعريفها هي بتكون نوب متكرره او تعرف بنوبه مستمره لاكثر من 5 دقائق، مو 4 دقائق، عاده النوبه تكون مستمره لاكثر من 5 دقائق. واذا بدنا نعرفها هو بشكل ادق، هو انه حدوث نوبتين اختلاجيتين متتاليتين دون ان يستعيد المريض الوعي بينهما، يعني بتحدث نوبتين متتاليتين دون ان يستعيد المريض الوعي، او حدوث نوبه اختلاجيه شديده مستمره لاكثر من مده 5 دقائق. ويوجد طبعا حالي صرعي لكل شكل من اشكال الصرع، يعني حتى الصرع البؤري له حالي صرعي. وبشكل عام تصنف الحالي الصرعي الى اختلاجي، يعني بترافق مع اختلاجات، وحالي صرعي غير اختلاجي. طبعا تدبير الحالي الصرعي تعتبر مثل ما ذكرنا ومثل ما بتعرفوا، الحالي الصرعي حالي اسعافي تتطلب اتباع الخطوات التالية في التدبير. شلون بدنا ندبر مريض عنده حالي صرعي؟ اول شيء اتباع قواعد الحفاظ على سلامة الطرق الهوائية والتنفس والدوران، يعني قواعد الـ ABC، الـ A هي الـ Airways، والـ B هي الـ Breathing، والـ C هي Circulatory، مع تقييم مستوى الوعي عند الطفل. 2، فتح خط وريدي مباشرة. طبعا أمام أي حالة إسعافية ترافق مع فقد وعي واختلاجات، إذا ما كنت تعرف أنه المريض عنده صرع او نوبي نوبات اختلاجي، فبشكل عام هو القاعده انه نعمل تعطي المريض 50 ملي جرام 50 ملي لتر سيروم سكري 50% وريديا، وبتعطي التيامين 100 ملي جرام، التيامين اللي هو الفيتامين بي 1 100 ملي جرام، خصوصا المرضى مثلا اللي بيكون مسموتين وعندهم شك، مثلا خصوصا المرضى الكحوليين. ومن الاجراءات اللي ايضا تعطى بالحالات الاسعافيه اذا مريض مسبوت هو اعطاء كذلك النالوكسون في حال الشك انه المريض يعني متسمم بمركبات الاوبيد او المخدره، هذا بشكل عام. لكن عند مرضى الصرع إذا كنا متأكدين أن المريض عنده صرع أو اختلاج، نعطي مفتاح خط وريدة وتسحب عينات دم بسرعة لإجراء CBC والشوارد، خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وأيضا معايض اليوريا والكرياتينين. بعد الدواء الأول الذي يعطى في الحالة الصرعي هو اللورا زبام. اللورازبام يعطى بمعدل 1/10 ميلي غرام على الكيلوغرام عند البالغين، وبمعدل لا يزيد عن 0.5 ميلي غرام على الكيلوغرام عند الأطفال. في حال عدم توفر اللورازبام يمكن إعطاء الديازبام وريديا أو بجرعة 0.5 ميلي غرام على الكيلوغرام شرجيا عند الأطفال في حال عدم توفر خط وريدي. انتبهوا، الديازبام هو عبارة عن مضاد اختلاج قصير الأمد، يعني ما بيكفي والله بس تعطي المريض، حتى لو فرضنا جيت أعطيت مريض إبرة ديازبام ووقفت النوبة الاختلاجية، يجب أن تعطيه جرعات لاحقة، لأنه ممكن ترجع النوبة الاختلاجية بعد فترة. ما توفر عندك غير ديازبام، بتحط مثلا المريض بالغ، بتحط مثلا 4 أمبولات بعد ما ديازبام وريديان، بتحط 4 أمبولات ديازبام
بسيروم ملحي وبتعطيها تسريب وريده في حال هذا فقط الدواء يعني المضاد متوفر عندك. اما اذا ما توقفي النوبه على اعطاء الديازبام هون بنلجا لاعطاء الفينوتئين. الفينوتئين يعطى بمعدل 15 ل 20 ميلي غرام على الكيلوغرام، وبتسرب بمعدل يعني هذا جرعه تحميل اي في لود يسرب بمعدل لا يزيد عن 150 ميلي غرام بالدقيقه، وبجرعه قصوى لا تزيد عن 30 ميلي غرام على الكيلوغرام. طبعا الفينوتئين من هو بالاصل من مضاد اختلاج، ولكن هو ايضا يصنف من ادويه اضطراب نظم القلبه، وايضا قد نستخدمه في حالات اضطرابات النظم القلبي وخصوصا اضطرابات النظم البطني. لذلك في حال تسريب الفينوتئين يجب مراقبه تحفيز القلب الكهربائي. لكن انتبهوا مثل ما ذكرت اكثر من مره بالمحاضره، اذا كان مريض عنده الصرع من نوع الخلجاني العضلي الميوكلونيك او نوبات الغياب لا يعطى الفينوتئين، لانه الفينوتئين بهالحاله هي بزيد النوبات الاختلاج. هلا في حال لم تتوقف النوبة على اعطاء الفينوتئين يمكن اعطاء الفينوباربيتال بجرعه تحميل 20 ميلي غرام على الكيلوغرام وبمعدل لا يزيد عن 100 ميلي غرام بالدقيقه مع مراقبه الضغط الشرياني، لانه ممكن يؤدي لهبوط الضغط. هلا في حال اعطينا الديازبام وبعده اعطينا الفينوتئين اعطيت الفينوباربيتال وما فاد، يمكن بهالحاله هي نلجأ لتخدير المريض، تنبيه المريض وتخديره. فبهالحاله هي يمكن اعطاء الميدازولام بجرعه 200 ميكروغرام على الكيلوغرام جرعه تحميل، او يعطى البروبا فول بجرعه 1 ل 2 ميلي غرام على الكيلوغرام وريديا جرعه تحميل خلال تنعطى خلال 5 ل 10 دقائق، وبيتسرب بمعدل 1 ل 15 ميلي غرام على الكيلوغرام بالساعه. فالترتيب بالنوبات بالحاله الصرعيه، اول شيء بنعطي اللورازبام، طبعا هو اذا ما كان غالبا مو متوفر عندنا ببلادنا فبنعطي ديازبام. اذا ما توقفت النوبات بنلجا للفينوتئين، وبننتبه ما تكون نوبات من نوع الخرجاني العضلي او نوبات الغيبوبي. اذا ما توقفت النوبه على اعطاء الفينوتئين بنلجا لاعطاء الفينوباربيتال، واذا ما توقفت النوبه بنلجا لتخدير المريض وتنبيبه، وهون ممكن نعطي الميدازولام او اللوبروبوفول. طبعا قد يسال احد انه اذا المريض النوبات كانت من نوع الخلجاني العضلي او نوبات الغياب، ذي الحاله هي لا يعطى الفينوتئين لانه مثل ما ذكرت بزيد او بفاقم شديد النوع. فبهالحاله هي اذا كانت النوع من نوع الغياب او نوع الخلجاني العضلي بنعطي الفينوباربيتال بدل عنه. هلا من وسائل التدبير الاخرى التي تستخدم في علاج الصرع هو الكيتوجينيك دايت، يعني حمي الكيتو. بهالحمي هي بتكون الوارد الغذائي، بتكون يعني على شكل دسم بتشكل 3/4 الحمي، والربع بتكون بروتينات وسكريات. وهي الحمي اذا استخدمت بتحرك تشكل الكيتونات بالجسم، يعني بتقلد مثل حاله الحمار بتخلوني السكري. لكن هي وجد انها بتخفف شده النوبات الاختلاجيه خصوصا عند الاطفال، اما عند البالغين فدوره غير مثبت. هلا الحاله الصرعيه المعنده، تعريفها هي الحاله الصرعيه التي تستمر او تظهر مجددا خلال 24 ساعه من تطبيق التخدير. وهوني بهالحاله هي يجب التفكير بالصرع المناعي الذي يترافق مع ارتفاع سرعه التثقل وتراجع الملكات العقليه او الذهنيه، وهوني وقتها ممكن نلجا للعلاجات المناعيه مثل اعطاء السيرويدات واعطاء المركبات المونوكلونال انتيبودي. هلا الحاله الصرعيه التشنجيه، يعني اللي بتكون مترافقه مع اختلاجات، هذا التعريف الاساسي لها هي استمرار الاختلاجات لاكثر من 5 دقائق او حدود
نوبتان اختلاجيتان منفصلتان لم يسترجع المريض الوعي بينهما بشكل كامل. هذا التعريف الأساسي والمعتمد. ويعد البنزوديازيبين يعني مركبات اللورازيبام والديازيبام العلاج المختار لهذه الحالة. هلا في عندنا نوع الصرع المتكرر الحاد، تعريفه هو حدوث 3 نوبات او اكثر خلال 24 ساعه لدى المرضى الذين يكون لديهم تواتر نوبات اقل من 3 نوبات يوميا، ولهم بيكون وصلنا لنهايه محاضرتنا. اذا في حد عنده سؤال يتفضل. الله يعطيك العافية دكتور. دكتور، صدر البرنامج الامتحان العصبية أول مادة، حتكون 14/1 إن شاء الله. 14/1 14/1 إيه؟ يوم سبت بيصدف. قريب والكلية إيه؟ قريب كتير. والكلية 2/2 حتكون، 2/2 يصدف يوم خميس. إحنا اليوم 21 شهر. إيه؟ بعطيكم محاضرة أو محاضرتين عصبية ثانيات، ومحاضرة أو محاضرتين كلي ثانيات، ونوقف يعني ب 31/12 بنوقف يعني ما بنعطيكم أي. إيه تمام، هو هيك تقريبا حكيم يعني الدوام لبداية الشهر الأول 1/2 يمكن ل 4/1 أو 5/1 بيوقف الدوام كله يعني. بالنسبة للنظرة بالنسبة لي يعني العصبية أعطوني إياها بشكل متأخر، فبعطيكم محاضرتين حسب ما نلحق، والكلي ماكسيموم كمان محاضرتين خفاف يعني، ان شاء الله ما تقلقوا يعني من الموضوع هذا ان شاء الله. الله يعطيك العافيه حكيم. جيب الناس اللي سهل يا حكيم. ليش كل الشرح وبدي اجيب لك اسئله سهله يا حكيم؟ مقررات ضخمه ويومين قدام المادي بس. هلا انتوا امتى بدايه الامتحان؟ 15/1 14 بس. وين بس كل نهاية؟ مادة يومين قبلها. انت بتخلصوا ايمتى اخر مادة؟ 5/2 5/2 يعني فترة الامتحان كلها تقريبا اذا 14/1 ل 5/2 20 يوم، ما بتطلع اكثر من 20 يوم. ليش هيك دقيق دكتور؟ لانه صار نظام فصلي يعني. عندكم تغير النظام هيس. عندكم كم مادة؟ 7 مواد. 7 يعني اكثر ماده ممكن يكون الى 3 ايام. ايه دكتور 7 بس حكي. في ماده الجراحه 3 في بوليه وعصبيه، جراحتين يعني. كل سنه بيطلعوا لنا بفن جديد يا حكيم، والله يدوخونا. طيب بسيطه، يلا هانت عليكم، انتوا صرتوا سنه خامسه ان شاء الله اموركم مشيت يعني، بس ان شاء الله خلص ما تقلقوا يعني. انتوا طلاب سنه خامسه كثير ممتازين معي، كنتوا يعني متابعين، ان شاء الله برأيكم ما بجيب لكم اسئله يعني لا تكون يعني شيء منطقي يعني ومن الكتاب. الله يبارك. على كل حال الحكيم ان شاء الله اذا خلصنا من بعد اذنك هيك بنعمل يعني بنهايه اخر جلسه بنحكي شوي عن الامتحان، بيكون هيك قرب وقررت كيف بدك يعني تقرر لنا كيف الاسئله وهيك شيء. ان شاء الله. هلا مثلا انا بالنسبه للعصبيه ما راح اجيب لكم والله شيء يعني تعجيزي او شيء، بجيب لكم اذا جبت لكم يعني مثلا بجيب لكم قصه سريريه تكون واضحه ومنبهكم عليها اكثر من مره، انه مثلا هالمريض هذا بجيب لك قصة سريرية إنه مثلاً مريض عنده نوب فقد وعي أو نوبة مثلاً عمى متكرر. مثلاً لو جينا سألناكم إنه مريض عنده نوبات عمى متكرر بالعين اليمنى حدثت مرتين أو 3 مرات خلال الأسبوع الماضي، وبعدها حصل لديه خزل شقي بالطرف العلوي الأيمن، فشو الشريان المصاب الأكثر احتمالاً بهيك حالة؟ مين بحسن جواب؟ خلفي حكيم؟ لا حكيم، هاي طبعا نوبات فقد الرؤية العابرة ما بتستمر أكثر من ساعة. عندي نوبات بتكون TIA، بعدين صار عندي إصابة بالشريان المتوسط، المخ المتوسط. تمام، هو هاي بتكون الإصابة الأساسية بالشريان السباتي الباطن. هذا المريض مثلا عم يفقد الرؤية بالعين اليمنى لمدة مثلاً نصف ساعة وعب ترجع الرؤية عنده بعدها، هاي من نوب مميزات TIA إنه عنده نوب نقص تروي دماغي عابر. ولكن شو بتكون المشكلة الأساسية؟ بتكون المشكلة الأساسية بالشريان السباتي الباطن الأيمن. بهالحالة هاي بعدين حصل عنده خزل شقي أيسر بسبب مثلاً تضيق الشريان،
ومثل ما مثل ما بتعرفوا انه امتداد الشريان السباطي الباطن هو الفرع الانتهائي منه هو الشريان المخي المتوسط. فاذا بدها تظهر اعراض بالقشره الدماغيه بتظهر بتوزع الشريان المخي المتوسط، فبيحصل عنده هون خزل شقي ايسر بصيب الطرف العلوي اكثر، لذلك بس بتكون الاصابه هون بهالحاله هي بسبب نوب، كونه نوب تي اي اي فبتكون بالشريان السباطي الباطن الايمن، لانه الفرع العيني بيطلع من الشريان السباطي الباطن بالجهه الموافقه، اما الخزل الشقي بيحصل بالجهه المقابله بسبب حدوث التصالب. يعني مثل هيك اسئله ما بتكون والله شيء يعني معقد او صعب. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم، موفقين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.